بالنسبة للشيخ القريق الرياض كما ترى يعني بعد كل 100 كيلو تقريبا في أماكن المياه، ولكن الإنسان يدخل وقت تيمم رغم أنه يعني بعد 100 كيلو يكون غالبا باستراحات فيها مياه، فهل يجزي تيممه؟ أي نعم، إذا دخل وقت على المسافر وليس عنده ماء. لا مسافر. نعم مسافر من الرياض. يقول إذا دخل عليه الوقت وهو مسافر وليس عنده ماء فلا حرج أن يتيمم، لكن العلماء يقولون إذا كان يرجو وجود الماء في آخر الوقت فالأفضل أن يؤخر، الأفضل أن يؤخر. نعم. وهل يحمل الماء يا شيخ؟ يلزم بحمل الماء مثلا؟ من العلماء أن قال يلزم بحمل الماء إذا لم يضر، والآن ما يضر الواقع حمل الماء لأنه يمكن يحمل في جالون جالونين ولو في السعر الصغير. يعني لو رفض قال له أحد الأخوة خلنا نأخذ مع جالون قال لا محتاج. لا ياخذ احسن افضل.